صباح الخير الاول، ازيكم؟ انا اللي مبسوط ان انا في بيتي في قناه النادي الاهلي. انا بدايتي مع الاهلي كانت سنه 90 1990. التحقت في فريق كره المياه، تدرجت فيه لغايه لما بطلت كره مياه سنه 2013. طبعا مريت في كل مراحل الناشئين ولعبت فيها. لعبت درجه اولى سنه 97، فضلت في درجة أولى مع الفريق الأول ومع المنتخب القومي لغاية لما اعتزلت، كان سنة 2013. هي علاقة بيت أكثر ما علاقة نادي. إحنا هنا بنيجي نعمل كل حاجة، بنيجي نذاكر، بنيجي نلعب، بنيجي نشوف أصحابنا، بنيجي نلعب ماتشاتنا، بنيجي نشجع ونأزر الفرق الأخرى اللي عندها ماتشات. إحنا مع النادي الأهلي على طول، بنشترك في تنظيم بطولات اللي بينظمها النادي الأهلي، إذا كانت بداية من بطولة العالم الأندية اليد اللي كانت احتفالا بالمئوية بتاعة النادي الأهلي، بطولات عربية، بطولات أفريقية، لكل الألعاب. فإحنا في النادي الأهلي كأسرة، مش كمكان بنيجي نشتغل فيه أو نقضي وقت فيه ونمشي. أنا مع النادي الأهلي خدت 4 دوري، خدت 6 كاس مصر، خدت 5 بطولة عربية. طبعا شاركت في بطولات دولية كان بينظمها النادي الأهلي داخليا وخارجيا. أصعب بطولة كانت البطولة العربية، كانت مقامة هنا في النادي الأهلي، علشان دي كنا من المفترض نكسبها، علشان كان برضو احتفالا بالمئوية بتاعة النادي الأهلي. الماتش السيمي فاينل كان صعب جدا، والحمد لله ربنا كرمنا فيه ووصلنا للفاينل، والحمد لله بدعم الجماهير ومؤازرة الناس كسبنا الحمد لله رب العالمين. النجوم القديمة من الألعاب كلها، يعتبر يعني من الباسكت مثلا كابتن طارق الغنام، كابتن طارق الدياسي، من الفولي كابتن ياسر صلاح، ومن كرة المية طبعا والسباحة كابتن وائل وليد عزت، كابتن مدحت فرج، كابتن محمد فاضل. فالحمد لله يعني بنربطنا علاقات طيبة بالناس كلها الحمد لله. والله يعني هو الموضوع بيبقى كل حاجة في وقتها، يعني ما يعني طبعا طموح كبير ان احنا يعني نكسب كل مراحل كرة المية او العاب المية بصفة عامة، اذا كان الغطس او السباحة التوقيعية. لسه يعني كل حاجة بتبقى في وقتها، ما فيش حاجة ثابتة دلوقتي. يعني لازم الاول يبقى بيعوم طبعا، علشان كرة المية لعبة مركبة، ما ينفعش ان احنا يعني نبدأ من اول يوم هنيجي هننزل بسين هنقول عايزين نلعب كرة مية. لازم يبقى سباح وسباح كويس، وبعدين بيلتحق بالاكاديميات هنا في كره المياه، اذا كان في اهل الجزيره او اهل الشيخ زايد او اهل مدينه نصر، وبعدين بيدخل الفرقه لو مستواه يأهله، ويتدرج في المراحل الناشئين، وان شاء الله يبقى نجم كبير. يعني احنا بنعمل كل ده علشان خاطر الجماهير. الجماهير هي الدعم الاول للنادي الاهلي وللكيان، وهي في ظهرنا على طول، ودايما هي معانا في المواقف الوحشه قبل الكويسه، واحنا بنشكرهم جدا على دعمهم، ونتمنى ان هو يستمر ان شاء الله.